يا بنتي يعني انت مش عارفه اجابه السؤال ده خالص؟ لا. طب هقوله لك تاني يمكن تفتكري. السؤال بيقول كم متر يبعد القمر عن الارض؟ انا ايش عرفني بومبا؟ ما تعرفش اجابه السؤال ده؟ ايه كم متر يبعد القمر عن الارض؟ ايه متر؟ متر؟ انت متاكد من الكلام ده؟ ما هو لو القمر قاعد على الكنبه هيبقى بيني وبين الارض متر. يا راجل اتلم في ايه؟ وانا المدام عندي قمر ولا ايه؟ البنت قاعده ايه؟ انما انا المدام عندي قمر. يا لهوي. لا يا بت. يا دكتور طمني تيمون هيموت؟ يا ابني تفاءلوا بالخير تجدوه، الناس تقول هيعيش مش هيموت. ما انت لو قلت لا يبقى هيعيش يا دكتور، ما تقعدش تنظر بقى وتفلسف كده. لا اطمن يا سيدي مش هيموت. الحمد والشكر لله. بس ده مش معناه انه خلاص هيرجع زي الاول تاني، لا. يعني ايه هيبقى تيمونة مش تيمون؟ انا كده كده طول عمري نفسي يبقى ليا اخت. طمنها يا دكتور، مهما كان اخوها برضه قول لها ايه اللي هيحصل. انا مش عارف اقولها لكم ازاي بصراحه، الخبر صادم قوي. بس صاحبك كان عايش طول عمره من غير الدم ما يوصل لمخه. لا حول ولا قوه الا بالله، خبر صادم فعلا، تيمون عنده مخ. لا حول ولا قوه الا بالله. طب دكتور حاول طب تلصمه لنا بقى على قد ما تقدر، يعني على قد انه يعمل معايا مشوار يلعب معايا فيفا. كمان لو في خبطه ولا نقره اردهولك على البارد كده واشتغل سمكري. لو حضرتك تعرف تعمل كده يبقى هايل.